نار جهنم كما وصفها الحبيب عليه الصلاة والسلام أن ناركم هذه في الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعني إذا فرضنا أن النار في الدنيا يمكن أن نصل في حرارة الموقد إلى ألف ومئة درجة مئوية فمعنى ذلك أن درجة حرارة نار جهنم ألف ومئة ضرب سبعين يعطينا سبعة وسبعين ألف درجة السؤال: ما هو شكل الماء في هذه الدرجة من درجات الحرارة؟ نار جهنم أيها الأحبة حرارتها آلاف الدرجات المئوية. الشيء الثاني أن الضغط هائل، لماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول: "عليهم نار مؤصدة" إذا جهنم مؤصدة ليست مفتحة الأبواب مثل الجنة، الله تعالى يقول: "جنات عدن مفتحة لهم الأبواب"، الجنة مفتوحة. ذات أبواب مفتوحة بينما النار مغلقة يعني أصحاب النار تحطمهم جهنم الله تبارك وتعالى يقول ويل لكل همزة لمزة ثم, ثم يسمي هذه النار بالحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤصدة المغلقة عليهم يعني فهي تضغط أضلاعهم من شدة الضغط تتكسر هذه الاضلاع. الان الخاطره التي احببت ان اتاملها معكم ان هذه النار عندما يطلب الكفار فيها الماء قال تعالى: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ما هو المهل؟ المهل ايها الاحبه باختصار هو السواد الذي في الزيت الكثيف، يعني ماء اسود كثيف يعني صلب وسائل ولكنه كثيف هذا المعنى الدقيق الذي يتفق عليه كل المفسرين القرطبي وابن كثير وغيرهم اذا لماذا وصف الله الماء في نار جهنم بالمهل ما هي العبره لماذا قال كالمهل يشوي الوجوه إذا لدينا ماء حار جدا يشوي الوجوه درجة الحرارة آلاف الدرجات المئوية الضغط هائل جدا ولونه أسود طب أين يوجد هذا الماء؟ هذا هو عنوان بحث علمي جديد نشر مؤخرا في الشهر الخامس 2019 قبل أيام يقولون إن الكون موجود فيه نوع جديد من انواع الماء لا نعرفه على الارض. هذا الماء ذو ضغط يبلغ بحدود 4 مليون ضغط جوي، يعني اربعه ملايين اضعاف الضغط على سطح الارض. ودرجه حرارته اكثر من 2000 او 3000 درجه مئويه، اذا الاف الدرجات المئويه. عندما نضع الماء في هذا الجو في هذه الشروط الفيزيائيه، ضغط هائل ودرجه حراره عاليه يتحول الى ماء اسود صلب يعني التشبيه الذي جاء به القران دقيق جدا جدا من الناحيه العلميه، نسال الله تعالى ان يعيذنا من هذا الماء ومن نار جهنم، اذا ايها الاحبه يبقى لدينا سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصف الماء الذي في جهنم بأنه كالمهل، يعني لونه اسود وهو صلب وكثيف جدا، كيف علم هذه المعلومة؟ كيف علم أن الماء إذا وضع في نار جهنم في هذه الشروط القاسية جدا، ضغط هائل وحرارة هائلة، فإنه يتحول إلى ماء أسود صلب أو كثيف جدا. كيف علم ذلك؟ هذا يشهد ايها الاحبه على ان الذي وصف لنا هذا الماء بانه ماء اسود كالمهل صلب، هو الذي خلق الماء، هو الذي خلق هذا الماء ووصفه لنا بهذه الصفه الدقيقه جدا لان الله يعلم كل شيء. نسال الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخرج ويتأمل في السماء ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين